اهلا بيكم في كورس القواعد للمستوى الثاني. النهارده هندرس مع بعض حروف الجر وتحديدا الحرف دي. هندرس مع بعض امتى نستخدمه وبالتفصيل جدا مع الامثله. خليكم معانا، درس مفيد ما تفوتهوش. للبريبوزيسيوني أو حروف الجر، هنذاكر مع بعض النهاردة وهنشرح فقط دي. يا ترى بيشير إلى إيه؟ أول حاجة بيشير إلى ملكية، زي ما قلنا في أمثلة قبل كده، لا كازا دي مصطفى. تاني حاجة ممكن يشير إلى المادة أو الماتيريالي، زي ما بنقول لابوتيليا دي بلاستيكا، يعني إزازة من البلاستيك. حددنا المادة دي، عرفتنا إن هي من البلاستيك. تاني حاجة ممكن تشير إلى أرجومنتو أو موضوع، زي ما بنقول الليبرو دي إيطاليانو، يعني كتاب اللغة الإيطالية. ممكن كمان تشير إلى الطريقة اللي بيحصل بيها الفعل. هنقول لكم إزاي في المثل ده هيوضح. أوني ماتينا فادو آل لافورو دي فريتا، يعني كل يوم الصبح بروح الشغل بسرعة أو متسربع. بتعبر كمان عن الأصل أو المكان اللي هو لووغو أو أوريجيني، زي المثال ده إيو سونو دي كودونيو، أنا من كودونيو. كودونيو دي مدينة، فأكني بعرف أصلي وبشير لمكان. حروف الجر ممكن تكون سيمبليتشي اللي هي بسيطة، أو أرتيكولاتا أي مدموجة مع أداة تعريفة بتطلع لنا بشكل جديد، وما تتخضوش هديكوا الجدول. دي زائد إيل هتبقى ديل. مثال البيلو ديل جاتو، يعني شعر القطة. دي زائد لا ديلا، مثال لابورسا ديلا نونا، يعني شنطة الجدة. دي زائد اي داي، مثال على ده لا كازا داي اميتشي، يعني بيت الأصدقاء. دي زائد لي هتبقى ديلي، مثال على ذلك الكولوري ديلي بياستريلي، يعني لون البلاط. دي زائد لي هتدينا ديلي. نرجع أدوات التعريف يا جماعة، مهمة جدا. هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف لأنها مهمة، وفي الآخر هحط لكم جدول ولم لكم فيه كل الحروف بس بعد ما نكون شرحناها. دي زائد لو هتدينا ديلو. بمنتهى البساطة احنا بندمج ما بين حرف الجر لما بيجي وراه أداة تعريف، بيندمجوا مع بعض وبيطلع لنا بشكل مختلف شوية. لو حفظناهم مش هنحس بمشكلة ان شاء الله. دي زائد الأبوستروفة هتبقى دل، ودي طبعا بتيجي قدام الاسم المفرد سواء مذكر او مؤنث مبدوء بحرف متحرك. صعوبة حروف الجر بتكمن في انها مختلفة تماما عن حروف الجر بالعربي، واحنا اصلا بنفكر بالعربي فبنيجي نترجم بتطلع الترجمة مش ظابطة قوي وما بتظبطش في كل الحالات. الحل ايه؟ الحل ان احنا نشوف امثلة كتير تثبت المعلومة في دماغنا. يلا نبدأ. سونو دي نابولي، يعني أنا من نابولي. كده الحالة الأولى اللي قلنا حددت لي الإيه؟ المكان والأصل. لوجو إيه أوريجيني. كويستو ليبرو إيه دي ماريا، يعني الكتاب ده كتاب ماريا. حددت ملكية بوسيسو، تمام. تالت حاجة إيه؟ ان فازو دي كريستالو، يعني إنها فازة أو بتكون فازة من الكريستال. ماتيريالي حددنا المادة. ايه ليبرو دي جراماتيكا، يعني
بيكون كتاب قواعد، يبقى أرجومنتو الموضوع. حددنا الموضوع بأن احنا قلنا كتاب جراماتيكا، كتاب قواعد. ناخد أمثلة تاني، ناخد أمثلة تاني علشان نثبت المعلومة والكل يطلع حافظ. دي sono di Firenze، يعني أنا من فرنسا، برضو من بلد، فكده بحدد origine الواجو أصل ومكان. الليبرو دي إيطاليانو، حددنا أرجومنتو. وأخيرا التافولو دي لينيو، يعني ترابيزة من الخشب. وأخيرا أتكلم عن أكتر الأفعال اللي بتاخد حرف الجر دي وإحنا بنستخدمها. أول فعل عندي هو سوفريري دي كوالكوزا. سوفريري دي كوالكوزا يعني بيعاني من شيء ما، كوالكوزا حاجة، شيء. لوي سوفري دي إنسونيا، يعني هو بيعاني من الأرق، قلة النوم يعني. avere voglia di qualcosa، يعني عنده رغبة في حاجة ما، نفسه في حاجة معينة. مثال non ho voglia di andare al lavoro، يعني ما عنديش رغبة اني اذهب للعمل، او بالبلدي ماليش نفس اروح الشغل يعني. preoccuparsi di qualcosa، يعني يقلق من حاجة معينة. مثال mi preoccupo dell'esame، يعني أنا بقلق من الامتحان. meravigliarsi di qualcosa، يعني يتعجب من شيء معين. مثال mi meraviglio di questa usanza. usanza اللي هي عادة، فاحنا عايزين نقول يعني ان انا بتعجب من العادة دي، عادة شعوب يعني، حاجة زي عادات وتقاليد. فشفتي مثلا حاجة غريبة فعايزة تقولي انا متعجبة من زي الهالوين او حاجة زي كده، فتقولي مي ميرافيليو دي كويستا اوزانسا. decidere di fare qualcosa، يعني يقرر انه يعمل حاجة، برضو decidere بتاخد الأداة او الحرف الجر دي. مثال على كده ho deciso di ridurre i costi، يعني انا قررت اني هقلل النفقات او التكاليف يعني. في كمان الفعل في دارسي دي، في دارسي دي كوالكونو، يعني يثق في شخص ما. مي فيدو دي تي، يعني أنا بثق فيك أو فيكي. في كمان innamorarsi di qualcuno o qualcosa، يعني ان حد يكون بيحب حاجة او حد. فممكن نقول Paolo è innamorato
دي سارة، يعني باولو بيحب سارة. occuparsi di qualcuno او di qualcosa معناها اني بهتم بحاجة او بحد معين، فبقول مثلا mi occupo di questo، يعني انا بتشغلش بالك، ههتم انا بالموضوع ده. في كمان prendersi cura di qualcosa او qualcuno، يعني برضو يعني بيرعى حاجة او حد. prendersi cura يعني يرعى او يعتني. lamentarsi di qualcuno o di qualcosa يعني lamentarsi يعني بيشتكي، lamentare اللي هو بيشتكي من حد او من حاجة. في كمان ricordarsi او dimenticarsi di qualcuno او di qualcosa، يعني ان يفتكر او ينسى حد او حاجة. مثال ricordati di sorridere، يعني افتكر انك تبتسم. ممكن كمان نقول non dimenticarti di me، يعني ما تنسانيش او ما تنسينيش. في كمان discutere، discutere دي qualcosa، discutere يعني يتناقش، فيناقش شيء معين. فالمثال è meglio non discutere di questioni personali con tutti، يعني من الأفضل عدم مناقشة الأشياء الخاصة على العلن أو مع الجميع، يعني المقصود على العلن. في كمان ridere di qualcuno، ridere di qualcuno يعني يضحك على حد. بتحصل دايما مواقف ان تحس ان حد بيتريق وبيضحك عليك فانت ممكن تروحي تردي بطريقة لطيفة وتقولي ti prego non ridere di me، يعني من فضلك ما تضحكش عليا. طبعا تون الصوت هو اللي بيحدد، بتقولي من فضلك ولا بقولك ايه، لو سمحت ما تضحكش عليا كده، يعني لكنة الصوت او نبرة الصوت هي اللي بتحدد الطريقة، فخلي بالكم من نبرة الصوت. في كمان فعل حلوة قوي اسمه rendersi conto di qualcosa، rendersi conto يعني يدرك، يدرك قيمة حاجة. مثال على ذلك non è mai tardi per rendersi conto di cosa è importante nella vita، يعني عمره أبدا ما كان متأخر إن احنا ندرك قيمة حاجة مهمة في الحياة، زي التعليم مثلا، حد يكون كبير في السن بس أدرك قيمة إن التعليم مهم فيروح يتعلم حتى وهو مش عادي جدا. في كمان essere in grado di fare qualcosa، essere in grado di fare qualcosa يعني يكون بالقدر الكافي انه يعمل حاجة معينة. essere in grado يعني بيكون قادر على او قادر على فعل شيء معين. سارة è in grado di
passare l'esame, يعني ساره دي مستواها حلو وتقدر ان هي تعدي الامتحان. في كمان فيربو ريمانيري، ريمانيري يعني يبقى او يظل. ريمانجو دي كويستا ايديا، يعني انا واقفه وثابته على فكرتي وعلى كلمتي. كويستي سونو اي فيربي بيو اوزاتي كون كوي اوزاري دي، يعني هي دي الافعال الاكثر شيوعا اللي اتمنى ان الدرس النهارده يكون عجبكم. شكرا ليكم ولمتابعتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. الله بروسيما.